مرحبا بكم عباقرة مشاعل المعرفة، كيف حالكم؟ سنتقابل ونتعلم ونلعب سويا عبر الشاشات. من خلف الشاشة نتعلم، ننظر نصغي لا نتكلم، وسأخبركم بالقواعد الصفية. أولا، كن مستعدا، جهز أدواتك قبل الحصة. ثانيا، اجلس على مكتبك وابتعد عن كل ما يلهيك. ثالثا، افتح الكاميرا واغلق الميكروفون. رابعا، تعامل باحترام وانصت للمعلمة. شكرا يا عباقرتي على الاستماع. كانت معكم الأستاذة هالي العجمي، مدرسة مشاعل المعرفة. إلى اللقاء.